يقولون أنه من العيب التاريخي أن يطلق على مدينة شبام حضرموت مصطلح منهاتنا الصحراء، ففارق الزمان أكبر من أن يتم تحجيم الطين أمام عمر الخرسانة. إنها بحق المدينة البرجية الأولى حول العالم، مدينة لم تعرف أرضها الخيام ولا الاقتراب من التربة، بل تعالت على الجميع وانطلقت لأن تناطح السحاب واقعا وتاريخا، وكانت أحد العاصمتين الحميريتين شرقي اليمن في حضرموت. امتداد تاريخي وعمق حضاري وجذور تقول للتاريخ بأنها وجدت قبل أن يكتب، ولولاها لما كانت كتب التاريخ حاضرة. إنها شبام حضرموت، أحد أقدم النماذج المعمارية حول العالم وأفضلها للتنظيم المدني الدقيق المرتكز على مبدأ البناء العمودي الذي يحمل في طياته الكثير من الحرص والأمن والأمان. فهي المدينة المصورة الذي تحزم بها الحميريون لمواجهة سيول وديان هضبة حضرموت وهجمات غزاة الصحراء الذين كانوا حينها يبحثون عن الكلأ والمرعى. صمدت ناطحات السحاب هذه قرونا عديدة، وتجاوزت بطينها المبني طابقا على طابق أكثر من 1000 عام، ما جعلها فعليا تنال إعجابا جعل لها مسميات متعددة، منها قصبة حضرموت، ويرمز القصب إلى حلقاته المتعددة المتصلة ببعضها وطول قامته، كما تم تسميتها بالزرافة التي تعد من أطول الأعناق في الخليقة، وتم تسميتها بالعالية لمناطحتها السحب بمبانيها الشاهقة، كما تم تسميتها أيضا بالصفراء نسبة إلى لون الطين الذي كساها بحلة ذهبية وجعل منها درة نفيسة، فشرف لمنهات أن تقارن بها للعكس. تتميز هذه المدينة باهتمامها بأدق التفاصيل والنقوش والزخرفات التي تجعل من شوارعها أحد معارض الفن المفتوح، والذي تسمح هذه الأزقة الضيقة بأن يتوه الفرد فيها وتحتضنه بثقافتها وتراثها المعماري وطرازها الفريد. كما تتميز هذه المدينة بأن الفرد منها قادر على التنقل بين 400 منزل من سطح إلى آخر، وتتميز شوارعها أيضا بوجود المقاهي الذي يجتمع فيها سكان المدينة على شكل حلقات ليتناولوا شايها البخاري الذي لا ينافس أحد الحضارم في طهيه. ولأن الحرب لا تحترم ولا تعرف قيمة التراث، فهذه المدينة المتفردة بجمال أخاذ تعاني اليوم من أزمة محوها من على وجه الأرض. قد يكون اللفظ جارحا للكثير من المهتمين بالتراث الإنساني، لكن هذا هو واقع مدينة شبام التي لم تشهد على مدى 4 سنوات إنقاذا لسورها الطيني، كما أن هناك تهدما لمنازلها ووجود أضرار قد تغير من أرقام عدد المنازل، وهو الأمر الذي يتطلب من اليونسكو الاستجابة العاجلة وتحدي ظروف الحرب لإنقاذ مدينة يعود تاريخها إلى 400 عام قبل الميلاد.